السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي ان شاء الله المحاضرة الأولى في مادة ال distributed system، وهي شبه ان هي introduction عن الموضوع، يعني ايه distributed system. فالموضوع إلى حد ما يعني بسيط، الناس ما تقلقش منه ان شاء الله. بيكلم او في المحاضرة دي المقصود بال distributed system باختصار شديد جدا ان انا بيكون عندي اكتر من كمبيوتر متوزعين جيوغرافيكالي، يعني في اماكن سواء كانت قريبة او بعيدة، في اماكن متفرقة، بوصل ما بينهم بس بكوميونيكيشن لينك. اللينك ده ممكن يكون كيبل، فايبر، وايرلس، وات ايفر. المهم ان انا عندي اكتر من كمبيوتر موجودين في اكتر من مكان. هو ده الاساس بتاع ال distributed system، اكتر من مكان ومتوصلين بنتورك معينة أو بطريقة معينة، سواء بالكيبل أو وايرلس، يعني بغض النظر عن طريقة التوصيل أو الكوميونيكيشن، لأن إحنا مش انترستد بالنتورك. وفي شابتر بيتكلم على الكوميونيكيشنز والتفاصيل ما بينها وإيه أفضلهم وأستخدم ده إمتى، يعني ده جاي قدام. في بس نقطة صغيرة حابب أوضح أو الناس تبقى فاهماها في بداية كده، يعني قبل ما ندخل في التفاصيل. في عندك المقصود هنا بالديستريبيوتد سيستم، او اللي احنا بنتكلم هنا او اللي احنا بنقصده هنا، ان انا عندي اكتر من كمبيوتر كامل، تمام؟ مش ريسورسز، او ممكن تبقى ريسورسز على فكره، بس انا عندي هنا المقصود بيها اكتر من كمبيوتر كامل، في السي بي يو بتاعه، في الرام، في الهارد ديسك، كذا بي سي موجود في كذا مكان، وفي كوميونيكيشن لينك واصله ما بينهم، تمام؟ وببتدي انا انفذ السيستم بتاعي عليهم. في عندك حاجه غير المالتي كمبيوترز دي، اللي هي المالتي بروسيسور اللي كلنا عارفينها، ان انا يبقى عندي اكتر من بروسيسور موجودين على نفس الشيب، اللي هي بنقول عليها المالتي كور. دي ما تعتبرش ديستريبيوتد سيستم. انا عندي اكتر من بروسيسور بس ما عنديش الريسورسز التانية اللي موجوده في الكمبيوتر. فالمقصود بالديستريبيوتد سيستم ان انا عندي اكتر من بي سي منفصل بكل الريسورسز بتاعته موجودين في اماكن مختلفه، تمام؟ ليه مميزات وليه عيوب اكيد هنتكلم عليها، وفي تشالنجز هنتكلم عليها برضو في الشابتر ده. يعني من المميزات هنا ان انا اقدر اعمل كوبريشن ما بين الكمبيوترز دي واوصلها ببعض، او انفذ تاسكس بارلل او كونكرنت مع بعض، او ان انا اقدر اعمل شيرنج للريسورسز، وده اللي بيتم فعليا في الانترنت. لو حد فاهم الانترنت شغال ازاي، هو شغال بنفس الفكره دي، هي شيرنج للريسورسز، ان انا بيكون عندي اكتر من بي سي او اكتر من جهاز بنقول عليهم احنا سيرفرز. السيرفرز دي بيكون عليها الويب سايت اللي هي الملفات بتاعت الموقع اللي انا المفروض هعمل له اكسس، وكل اللي انا بعمله ان انا عايز اعرف بس او اوصل الجهاز بتاعي بالجهاز التاني. فمحتاج عشان اعمل الحته دي محتاج ويب براوزر، ومحتاج اكتب يو ار ال يروح يجيب الملف من هناك يعرضه لي. ده بس طبعا ده بيحسن الافيلابيليتي والبرفورمانس مقارنه بالسيستمز العاديه. كل دي تفاصيل هنتكلم عليها في الشابتر. هنا بيتكلم او الشابتر ده الجولز بتاعته، ان احنا نقدم البرنسبل والكونسبل والكونسبتس بتاعت الديستريبيوتد سيستم، تبقى فاهم الميكانيزم او البروتوكول بتاعت الانتر بروسيس كوميونيكيشن بتتواصل ازاي. ده الهدف بتاع الكورس تحديدا. يمكن اول جزئيه دي هنتكلم عليها في الشابتر ده، الجزئيه الثانيه هنتكلم عليها في الشابترز اللي جايه. بعد كده هنتكلم على البروبلمز والتكنيكس عشان نحل المشاكل اللي موجوده في الديستريبيوتد سيستم. الشابتر ده الاوت لاين بتاع الشابتر، تمام؟ هنتكلم على الديفينيشن، يعني ايه ديستريبيوتد سيستم. احنا كنا اتكلمنا عليه بايجاز في اول سلايد، هناخد اكزامبلز عليها ونعرف الفروقات ما بينهم ايه، وهنتكلم على الكاركترستكس المميزات بتاعه الديستريبيوتد سيستم، وايه التشالنجز اللي المفروض وانا بقى ديزاين اي ديستريبيوتد سيستم اكون واخدها في بالي، واكون حاطط لها مش حلول بس محدد بالظبط انا عايز اعالج ايه وايه اللي انا مش انترستد بيه. زي ما قلت في السلايد الاولانيه، الديستريبيوتد سيستم، وهنا بيعيد التعريف تاني، هي عباره عن مجموعه اوتونوموس كمبيوترز. خلي بالكم من كلمه اوتونوموس دي، يعني اوتونوموس يعني كمبيوترز ايزوليتد، تقدر تشتغل لوحدها سواء جوه الديستريبيوتد سيستم اللي انا عامله او ايزوليتد، تمام؟ متوصله مع بعض عن طريق نتورك، وبيبقى موجود عليها الديستريبيوتد سيستم سوفت وير، اللي هو السيستم اللي انت او السوفت وير اللي انت المفروض بتعمله بقى. في امثله كتيره جدا من السوفت وير دي، يعني يمكن احنا دلوقتي بنستخدم حاجه زي كده، زي المايكروسوفت تيمز، زي الزوم، زي الماسنجرز اللي كانت موجوده زمان اللي هو الياهو ماسنجرز، تمام؟ كل دي ديستريبيوتد سيستم سوفت ويرز.
دي ده سوفت وير انت بتعمله. الفكره بس ان انا بحط نسخه من السوفت وير ده على الجهاز الاولاني، وحط نسخه من السوفت وير ده على الجهاز التاني، ويبقى في كوميونيكيشن، وبعتمد ان في لان او الكمبيوترين متوصلين ببعض. وببتدي ابعت الانفورميشن من المكان الاولاني للمكان التاني، تمام؟ فالديستريبيوتد سيستم باختصار هو كده، هو عباره عن مجموعه كمبيوترز متوصله ببعض، كل كمبيوتر عنده ريسورسز بتاعته، كمبيوتر كامل، وانا بنزل الديستريبيوتد سيستم اللي انا عملته او السوفت وير اللي انا عملته هنا وهنا، ويبتدوا يشتغلوا مع بعض. فبنسمع بقى عن كلمه سيرفر، وبنسمع عن كلمه كلاينت وشويه حاجات كده، بس في الاول وفي الاخر السيرفر والكلاينت هما الاثنين عباره عن مجموعه كمبيوترز، الاثنين كمبيوترز زي بعض. اول سيرفر بنقول ان هو بيبقى محتاج ان هو يبقى فيه ريسورسز اعلى شويه، مظبوط. ولكن اللي بيميزه ان انا بحط عليه جزء من السوفت وير اللي هو بقول عليه السيرفر، دي البروسيس اللي هتشتغل كسيرفر، تمام؟ لو حد شغال في البروجرامنج، انا يعني يمكن يعني للاسف ما عرفتش اقابلكم في اول محاضره، فعشان اعرف الخلفيات بتاعتكم، بس لو حد شغال في البروجرامنج او يعرف في البروجرامنج كويس، هيلاقي ان السيرفر ده عباره عن كلاس انت بتعمله زي الجافا ار ام اي، تقول ان ده السيرفر بتاعي، والكلاينت ده برضو كود جافا انا بكتبه، هو ده الكلاينت بتاعي. بحط الكود الكلاينت عند الجهاز اللي انا عايزه يبقى كلاينت، كود السيرفر عند الجهاز اللي انا عايزه يبقى سيرفر، تمام؟ فالجهاز نفسه مش سيرفر، ولكن الكود اللي انا حطيته عنده هو اللي خلاه سيرفر، او هو اللي اداله البريفليج بتاعت السيرفر، او اللي هو اداله الصلاحيات بتاعت السيرفر. لكن لو خدت كود السيرفر حطيته في حته تانية هيبقى سيرفر برضو، تمام؟ دي الفكره. بلس كده فاحنا بنختار، عشان اقول ان ده سيرفر او لا، بختار افضل جهاز عندي من حيث الريسورسز بتاعته تكون عاليه، عشان يقدر يتعامل مع اكتر من كلاينت، لان المفروض ان هو اكتر من كلاينت هيتواصل مع السيرفر. يعني هنا بس ده ملخص الديستريبيوتد سيستم عموما، هو عباره عن كمبيوترز، مجموعه كمبيوترز، ونتورك الكمبيوترز دي متوصله بيها، وسوفت وير انا بعمله بيشتغل على الكمبيوتر. هنا بيتكلم على المميزات الديستريبيوتد سيستم عن السيستم العادي. هي تقريبا اهم ميزه فيهم هي اول واحده وتالت واحده. تاني واحده الناس ممكن ما تفهمهاش قوي، او هي ما تعتبرش ميزه، هي تعتبر طريقه تشغيل. اول واحده بيتكلم على الكونكرنسي. فكره الكونكرنسي في الديستريبيوتد سيستم ان انا اقدر انفذ، بما اني عندي اكتر من ريسورس، اكتر من جهاز، فانا اقدر انفذ اكتر من بروسيس في نفس الوقت، تمام؟ ممكن يبقى عندي اكتر من تاسك انا عايز انفذهم، مش شرط انفذهم على اللوكال ديفايس بتاعي، انا ممكن انفذهم في ديفايس تاني لو كان هو ايديال. وهنتكلم في استراتيجي قدام في شابتر من الشابترز اللي جايه قدام على الموضوع ده بيتم ازاي، وازاي اختار افضل جهاز اروح ابعت له البروسيس دي، ما ابعتش الواحد جنبي، ممكن اللي جنبي ده يكون عنده اوفرلود، تمام؟ فانا عايز اختار اقل واحد. طب بختار اقل واحد دي ازاي؟ ففي طريقه معينه كده بنختار الموضوع ده. ففكره الديستريبيوتد سيستم مبنيه على كده، ان انا مش بس او مش محتاج ان انا انفذ كل البروسيس عندي، لا، ده انا ممكن انفذ البروسيس كونكرنتلي مع بعض في اماكن متفرقه، تمام؟ بعكس السيستم العادي اللي هو بيشتغل على البي سي العادي، بي سي واحد، تمام؟ فانا محتاج ان انا انفذ البروسيس على الجهاز ده. هنقعد نتكلم في تفاصيل فرعيه كده، ان انا ممكن اعمل ثريدز والثريدز تشتغل البارلل مع بعض والقصه دي كلها، ولكن ستيل انا بنفذ البروسيس مره واحده، او بنفذ بروسيس واحده، قسمتها لثريدز، بس انا بنفذ بروسيس واحده بس، بعكس ان انا انفذ اكتر من بروسيس في نفس الوقت في اماكن مختلفه، تمام؟ اخر حاجه خلينا ابدا بيها او اكمل بيها، اللي هي الاندبندنت فيلير اوف كومبوننتس. الفكره بتاعت الديستريبيوتد سيستم، ودي تقريبا تعتبر من اهم الادفانتج بتاعته، ان لو حصل فيلير في السيستم بتاعك وجهاز فصل او حصل فيه اي مشكله، السيستم كله ما بيقعش، السيستم كله ما بيقفش، بيكمل تشغيل عادي. الفكره بس ان انت فقدت جزء من الداتا اللي كان موجود على الجهاز ده، تمام؟ يعني فدي تقريبا من اهم الفيتشرز. فالسيستم شغال، بعكس ان انت تبقى عامل سيستم كامل وحطه على الجهاز واحد، والجهاز ده حصل فيه مشكله فانت ضيعت كل حاجه، كل حاجه ضاعت، تمام؟ تاني حاجه بيقول لك الليك اوف جلوبال كلوك. ايه الليك اوف جلوبال كلوك؟ انا دلوقتي في الديستريبيوتد سيستم بيبقى عندي اكتر من جهاز، تمام؟ ممكن الاجهزه دي تكون في اماكن مختلفه عن بعض. اماكن مختلفه يعني ايه؟ يعني مش في نفس الدور، او مش في نفس المبنى، لا، دي ممكن في مدن مختلفه، ممكن تبقى في دول مختلفه، تمام؟ وكل ده نتورك زي الانترنت، ما الانترنت شغال كده، ان انا عندي نتورك كبيره جدا، اجهزه موجوده في اماكن مختلفه، فالكلوك تايم بتاعها مختلف، مش هقدر ابعت واستقبل الداتا عن طريق الكلوك تايم، ان انا اقول ان انا محتاج الداتا دي توصل لي في الوقت ده، او فاهمين قصدي؟ فاللي بيحصل هنا بيقول لك ان طريقه التواصل بتكون عن طريق المسجز،
عن طريق رسائل بتتبعت ما بين الأجهزة وبعضها. ده اللي بيعمله الديستريبيوتد سيستم، هو اللي بيبعت مسج من الجهاز ده لو محتاج داتا موجودة في مكان تاني، فبيبعت للجهاز التاني يقول له أنا محتاج الداتا الفلانية. فهنا الكوميونيكيشن بيتم عن طريق مسج مش عن طريق كلوك تايم، مش عن طريق وقت، لان الوقت مش هيبقى محدد، لان انا عندي اجهزه ممكن يوارد جدا ان الكلوك سيستم فيها او الكلوك تايم بتاعها يكون مختلف عن بعض. فبيقول لك ان المسجز هنتكلم برضو في شابتر في الحته دي بيتم ازاي. التواصل بيكون دايما عن طريق مسجز بتتبعت ما بين الكمبيوترز بتاعتي او بتاعت الديستريبيوتد سيستم وبعضها. بعد كده بيتكلم على البروسيس، ودي اتكلمت عليها ان البروسيس هنا ممكن تتنفذ كونكرنتلي، تتنفذ مع بعض، مش شرط ان هي تتنفذ سيكوينشالي. فده اكيد بيعلل، بيديك بيرفورمانس اعلى، بيديك ريسبونس تايم كيوزر اعلى، ان انا لما حاجه انفذ تاسك بلاقي التاسك دي بتتنفذ اسرع شويه من السيستم العادي. تمام. هنا ممكن الاجهزه بتتواصل مع بعض عشان تديك الكومون جول بتاعك، زي ان انا عايز اعمل تاسك والتاسك دي محتاجه بروسيس او محتاجه داتا من اماكن مختلفه، فهيبقى في كوبريشن كده بيتم، وانا كيوزر ماليش دعوه باللي بيحصل. ده المفروض ان ده يبقى هيدن، ودي هنتكلم عليها في اخر حاجه في الشابتر ده او في المحاضره دي. المفروض ان انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل، المهم ان بلاقي الداتا او الحاجه اللي انا عايز اعرضها بتتعرض قدامي. تمام. ده هنا بيتكلم على الجزئيه اللي انا كنت بقولها، ان الكوميونيكيشن او الاكستشينج اوف انفورميشن ما بين الكمبيوترز وبعضها بيكون عن طريق مسجز بتتبعت عن طريق الكوميونيكيشن نتورك، مش عن طريق الكلوك تايم. تمام. فكره الكلوك تايم دي برضو عشان الناس تفهمها اكتر، تقدروا تفهموها لو انتوا درستوا الكمبيوتر اورجانيزيشن. الكمبيوتر اورجانيزيشن كانت بتقول ايه؟ ان البروسيسور، سي ان انت رحت دوست في سي مثلا، ان انا فتحت الجهاز بتاعي ورحت دوست على فايل دبل كليك، فاللي بيحصل كالاتي، ان بيحصل بيتبعت اوردر من الماوس اللي انا عملته، الاكشن اللي انا عملته للبروسيسور، فالبروسيسور بيفهم الامر اللي انا عايز اعمله ان انا عايز افتح الفايل ده، فهيروح يبعت لمين؟ هيبعت للهارد ديسك يقول له انا محتاج الداتا دي. طبعا كلنا عارفين ان في تفاوت في السرعات ما بين السي بي يو وما بين سرعه الهارد ديسك. تمام. فالفكره هنا ان هو هيبعت له يقول له انا محتاج الداتا دي، فالهارد ديسك هيعمل ايه؟ هيروح يدور ويعمل سيرش، وبعد كده ينقل الداتا من الهارد ديسك يحطها في المين ميموري. تمام. الفكره ان في الوقت ده السي بي يو بيكون بيعمل حاجه تانية. طب بعد ما الداتا تتبعت من الهارد ديسك تتحط في المين ميموري، انا عايز اعرف السي بي يو ان الداتا دي بقت جاهزه، فبيقول لك ان هو بيعمل له كلوك سيجنال، بيدي له اشاره كده يقول له في الوقت الفلاني الداتا وصلت. تمام. انا هنا ما عنديش داتا، يعني ما عنديش كلوك تايم هنا، لان الاجهزه منفصله عن بعض وفي اماكن مختلفه، وكل واحد عباره عن سيستم منفصل بذاته يعني مستقل بذاته. فقال لك البديل بتاعها ان احنا نبعت مسجز، ان انا ابعت مسج من هنا اقول ان انا محتاج الداتا دي، ولما الداتا تجي لي ابعت اكنولجمنت ان الداتا وصلت. الناس اللي درست شبكات ممكن تبقى فاهمه الحته دي قوي. يعني هنا بيقول لك اهميه الديستريبيوتد سيستم، تقريبا ان هو موجود في حياتنا اليوميه، يعني احنا اصلا ممكن نكون احنا مش ممكن احنا انا متاكد ان احنا بنستخدم الكمبيوتر سيستم واحنا مش حاسين، الديستريبيوتد سيستمز واحنا مش حاسين او مش عارف ان هي ديستريبيوتد سيستم. ودي من الفيتشرز بتاعتها، يعني دي حاجه هنتكلم عليها في الاخر، ان انت وانت بتعمل ديزاين لازم تبقى ضامن حته الترانسبيرنسي، يعني ان اليوزر ما يبقاش عارف ان هو بيتعامل مع ديستريبيوتد سيستم او ان الداتا قريبه منه او بعيده عنه. فبيقول لك ان هو بيستخدم في البنوك، بيستخدم في التليكوميونيكيشن سيستمز، بيستخدم في الترانسبورتيشن سيستمز، كل الحاجات دي بتستخدم الديستريبيوتد سيستم. هنا بيتكلم على امثله على الديستريبيوتد سيستم، وفي الحقيقه الامثله دي كلنا بنستخدمها، عشان كده قلت ان احنا بنستخدمه في حياتنا اليوميه واحنا مش عارفين. يعني اشهر مثال على الديستريبيوتد سيستم هو الانترنت. الانترنت اكيد كلنا فاهمين وعارفين ايه الانترنت وشغال ازاي. الانترنت عباره عن مجموعه كمبيوترز متوصله مع بعض، مجموعه يعني هي شبكه. تمام. مجموعه كمبيوترز متوصله بخط ارضي فايبر او وايرلس، متوصله مع بعض بعيدا عن طريقه الكوميونيكيشن. انا موصل اجهزه ببعض، فالفكره ان انا في الجهاز بتاعي اقدر اكسس الداتا اللي موجوده في الجهاز التاني. طب لو الجهاز التاني ده كان موجود في امريكا او كان موجود في لندن او موجود في 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 في, في فرنسا مثلا، انا كل اللي انا محتاج اعمله ان انا بس محتاج اعرف عنوان الجهاز، لان هم متوصلين ببعض عن طريق الاي بي، انا محتاج اعرف عنوان الجهاز وهدخل على الجهاز اجيب الفايل اللي انا عايزه. بس هي دي الفكره بتاعت الانترنت عموما. فقال لك ده مثال على الديستريبيوتد سيستم، ان انت من عندك هنا بتقدر تاكسس داتا موجوده في مكان تاني. تمام. الانترنت هي برضو
حاجة شبه الانترنت بالظبط، بس السكيل بتاعها بيكون قليل، لان انا بعمل شبكة السكيل بتاعها قليل، ممكن تكون جوه اورجانيزيشن جوه شركة، تمام، اجمع كل الاجهزة اللي في الشركة واعمل لهم شبكة لان لوكال اريا نيتورك مع بعض كده، انا سميتها انترنت. طب ممكن يبقى الموضوع اكبر شوية من ان كل الاجهزة اللي في الشركة، لا اقول ان كل الاجهزة اللي في الشركة والفروع بتاعت الشركة احطهم في انترنت واحدة، مفيش مشكلة، تمام. بعد كده ببتدي احط بقى الانترنت دي، لو انا عايز اوصلها بالنت بحط حاجة اسمها الديفولت جيت واي، او بحط راوتر كده انا وصلتها بالانترنت، يبقى انا كده وصلت الشبكة بتاعت الاورجانيزيشن بتاعتي بالانترنت اصلا. بعد كده في الموبايل والابيكيوتيز كومبيوتنج، الفكرة كلها ان هي برضو بيقول لك ان ابيكيوتيز دي اللي هي الأجهزة المحمولة، يعني ممكن يبقى لابتوب، ممكن يبقى برينتر، ممكن يبقى كاميرا مثلا انت حاططها في البيت بتقدر تدخل بيها على النت، يعني أي جهاز من دول برضو لو عملت شبكة ده يديك مثال على الديستريبيوتد سيستم، ان انا اقدر اوصل الحاجات دي بالانترنت او اقدر اوصلها ببعض وابتدي انقل ما بينها داتا وابتدي اشتغل عليهم مع بعض، تمام. ان انا اقدر اوصل الموبايل، ان انا اعمل هوت سبوت مثلا واوصل الموبايل بالكمبيوتر وابتدي انقل داتا من هنا لهنا، او بالبلوتوث ما بين اجهزه، المهم ان انا بقدر اوصل الاجهزه ببعض. فكده ده مثال على الديستريبيوتد سيستم، ان انا عندي بقى اكتر من جهاز متوصلين ببعض واقدر اعمل اكسس للداتا ما بين الاثنين وابدا اشتغل على الاثنين بشتى الطرق بقى. اللي هيبقى فاضل بس ان انا احط السوفت وير اللي هينقل الداتا وهيشتغل، اللي هو البرنامج بتاعي يعني. اخر حاجه اللي هي الورلد وايد ويب. الورلد وايد ويب هو يبان ان هو شبه الانترنت، او هو تقريبا الانترنت اللي احنا بنقول عليه، يعني هي الفكره كلها ان الورلد وايد ويب لو حد يسمع هتلاقي ان في عندك حاجه اسمها ال www، وحاجه تانية اللي هي اسمها ال HTTP، تمام. في عندي ال HTTP و HTTPS وال HTTPS يعني، وفي عندي حاجه اسمها ال FTP، كل دول دي بسميها بروتوكول، بقول ان الداتا بتاعتي هتتبعت على الانترنت ازاي، ايه الطريقه اللي انا هبعت الداتا من المكان ده للمكان ده. مش احنا اتفقنا ان هم متوصلين الاجهزه كلها متوصلين بلينك، تمام، بشبكه. طب الداتا لما هتيجي تمشي في الشبكه هتمشي ازاي؟ فهنا في بروتوكولز بتتحكم في حاجه زي كده، تمام. في بقى عندي حاجه تانية اسمها ال www اللي هي الورلد وايد ويب، دي باختصار مجموعه اللينكس ومجموعه الريسورسز اللي انا بستخدمها جوه الانترنت. يعني انا فتحت صفحه لقيت في الصفحه دي مالتي ميديا داتا اللي هي زي فيديو، لقيت صور ولقيت كلام، كل ده مالتي ميديا، تمام. دوست على لينك بعتني لصفحه تانية، كل اللي انا بتكلم فيه ده هو اسمه الورلد وايد ويب. هي شبكة بس كل اللي بتعمله ان هي بتعرض لك المالتي ميديا اللي هي الداتا اللي الناس بتشوفها وبتستخدمها، واللينكس اللي الناس بتدوس عليها عشان تتنقل من مكان لمكان، تمام. قال لك ده برضو مثال على هنا في الصورة دي بيحاول يفرق ما بين الانترنت وما بين الانترانت، تمام. الانترنت هي عبارة عن شبكة كبيرة عملاقة، مجموعة اجهزة كبيرة جدا في كل مكان متوصلين مع بعض. طب متوصلين مع بعض ازاي؟ ممكن يبقى كل مجموعة اجهزة متوصلين مع بعض وعاملين لوكال اريا نتورك، تمام. يعني مثلا لو فرضنا ان احنا خدنا الكليه عندنا كمثال، ممكن اجي اقول ان المعمل بتاعي المعمل رقم 305 مثلا، وصلت الاجهزه كلها مع بعض بنتورك، عملت ايه؟ عملت واحد منهم سيرفر وعملت مجموعه اجهزه تانية وصلتهم ببعض، خلاص انا كده عملت لان ما بين النتوركس دي وبعضها. عايز اوصلهم بالانترنت، ممكن اقوم جاي رايح جايب الانترنت سيرفيس بروفايدر واقوم جاي موصل السيرفر ده بالانترنت بالشبكه بتاعتي بطريقه ما. كده انا وصلت الاجهزه بتاعتي بالانترنت. اجي عند المعمل التاني نفس الكلام، واجي عند المعمل التالت نفس الكلام، ممكن اخد الاجهزه اللي في الكليه كلها اوصلها بالانترنت مباشره. فقال لك الانترنت هي عباره عن شبكه كل الاجهزه اللي فيها متوصله مع بعضها بطريقه او باخرى، كلهم مش متوصلين بنفس الشكل، تمام. فهنا دي مثلا، هنا ده متوصل عن طريق الانترنت سيرفيس بروفايدر، الحاجات دي متوصله بالانترنت عن طريق حاجه تانية. هنا قال لك بقى ان ممكن يبقى في عندي جوه الشبكه بتاعتي او جوه الانترنت عندي حاجه اسمها الانترنت، دي بتكون شبكه داخليه خاصه بمؤسسه معينه او بكل الفروع المؤسسه اللي في المؤسسه دي، وانا بيبقى عندي الاوبشن يا اما اوصل الاجهزه دي كلها بالانترنت او اقول لا ان انا عايز اعمل الشبكه دي داخليه بس، تمام. دي اسمها انترنت، دي شبكه داخليه متوصله باللان لوكال اريا نتورك او بالوان
على حسب انت عايز تعملها وايرلس او وايرد، تمام، احطها عندي في الاورجنايزيشن. انا كده موصل الاجهزه ببعض. يعني ايه موصل الاجهزه ببعض؟ يعني من الجهاز ده اقدر ابعت داتا للجهاز التاني، والجهاز ده اقدر اخد منه داتا، من اخد بيه داتا من الجهاز ده، وهكذا. فاكني بالظبط عامل انترنت بس جوه الشبكه، جوه الاورجنايزيشن، ما بين اللوكال ديفايسز اللي موجوده عندي. ده مثال يعني على الانترنت. والانترنت هيعرض كمان شويه الانترنت، هنا بيتكلم على الكاركترستكس بتاعت الانترنت، واعتقد كلنا عارفينها ان هي السكيل بتاعها كبير جدا، بتضم اجهزه مش بالملايين، دي بالمليارات. اهم حاجه فيها الهيتروجينيوس او الهيتروجينيتي، ان الاجهزه اللي متوصله بالانترنت كلها ملهاش نفس الاوبريتنج سيستم، ليها اوبريتنج سيستم مختلفه، ليها هاردوير سبيسيفيكيشن مختلفه، ليها يعني تفاصيل مختلفه عن بعض. فالانترنت بيسمح بحاجه زي كده. بتقدر تستخدم فيه الايميل والفايل ترانسفير والمالتي ميديا والكوميونيكيشن والدبليو دبليو اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. من اهم المميزات بتاعتها ان هي اوبن اندد. يعني ايه اوبن اندد؟ يعني انا ممكن اجيب جهاز جديد واقوم جاي موصله بالانترنت، يبقى انا زودت جهاز على الشبكه الكبيره اللي موجوده، ما بيقفش، ملوش سكيل محدد. الانترنت عباره عن ان هو بيوصل الانترنت مع بعض عن طريق حاجه اسمها الباك بون، او بنسميها الراوترز. يعني دي ما فيهاش حاجه. هنا السلايد اللي وراه هيتكلم بقى على الانترنت. دي كلها اللي انا عامله ده كده، او اللي انا بشاور عليه، كل ده تقدر تقول ان انا وصلت الاجهزه اللي في المؤسسه كلها ببعض. فانا كده عملت لوكال اريا نتورك، دي اللي موجوده اهي. لوكال اريا نتورك يعني ايه؟ يعني ما ينفعش حد من بره المؤسسه دي يقدر ياكسس اي داتا موجوده على اي جهاز، تمام؟ هديكم مثال صغير. لو في ناس منكم اشتغلت في شركات او شغالين في شركات، بتلاقي في بعض الشركات عاملين زي برينتر كده او سكانر موجود في مكان، في 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 في, في طرقه مثلا او في مكتب، وموصل كل الاجهزه دي ببعض، وموصل البرينتر دي بالنتورك دي. فممكن تيجي من على الجهاز ده تبعت امر طباعه، فيروح يطبع لك الحاجه على النتورك دي. هي دي النتورك اللي انا بتكلم عليه، هو كده موصل كل الاجهزه ببعض. الفكره ان ما ينفعش حد بره المؤسسه دي يروح يبعت امر برنت للبرنتر، هو اصلا مش هيشوفها، مش هيقدر يعمل لها اكسس، لا هو مش هيشوفها اصلا في النتورك. يشوفها امتى؟ لو انا موصل اللوكال ايريا نتورك بتاعتي كلها بالانترنت. طب بعمل الموضوع ده ازاي؟ بعمله عن طريق الراوتر، وبعمله عن طريق حاجه اسمها الفاير وول. الفاير وول، الراوتر طبعا احنا عارفينه، ده زي جهاز كده انا بستخدمه عشان اوصل الاجهزه دي بالاجهزه الثانيه او بالانترنت، تمام. وطبعا في حاجه اسمها الراوتنج تيبل هندرسها قدام، يعني هنفهم بالظبط الراوتر والاكسس بوينت الاثنين ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه في الديستريبيوتد سيستم. هنا الفاير وول من اهم المميزات بتاعته ان هو بيتحكم في الريكوستس اللي رايحه واللي جايه، اللي طالعه من اللوكال اريا نتورك بتاعت الانترنت واللي جايه من بره لهنا. فانا بقدر اتحكم في الفاير وول في مين يقدر يعمل ايه وفين وازاي وليه. دي اهميه الفاير وول، تمام. فده الانترنت. الفكره كلها ان انا بعد ما بوصل كل الاجهزه دي ببعض، فكده الشركه بتاعتي او كل الفروع اللي في الشركه او كل الاجهزه اللي في الشركه بقت شايفه بعض وبتقدر تشتغل مع بعض، تمام. باخد الداتا دي، او لو انا عايز اوصلها بالانترنت، بقوم جاي راح موصل راوتر، واقوم جاي موصل الراوتر بالريست اوف انترنت زي ما هو كاتب بالظبط. كده بقت الشبكه بتاعتي اللي جوه فيها حاجتين، بقت لان وفي نفس الوقت متوصله بالانترنت وبتقدر تاكسس اجهزه بره، تمام. هنا بيتكلم على مميزات الانترنت، وتقريبا ده احنا قلناها. في يعني السلايد دي ما اعتقدش ان فيها حاجه. بعد كده بيقول لك ان كمان انت ممكن تعمل نتورك اللي هي عن طريق الوايرلس اللي بيسموها وايرلس لان، مش شرط تكون الموضوع كيبلد، ان انت توصل اجهزه ببعض جوه البيت مثلا او جوه مكان ما بطريقه وايرلس، زي ما احنا بنعمل دلوقتي بالموبايل. ان انت ممكن توصل لابتوب بموبايل بكاميرا ببرينتر، كل دول تعملهم وتوصلهم ببعض وايرلس. كده انا وصلت الحاجات دي كلها ببعض جوه بيت مثلا او جوه شركه او جوه دور ده، فكده انا عملت انترنت برضو. بس الفرق ان طريقه التوصيل بدل ما كانت وايرد وايرلس، بس ده مش اكتر يعني، مفيش اختلاف. وبعد كده ممكن اوصل الحاجات دي كلها بالانترنت، تمام. بيكون في عندي الوايرلس ابلكيشن بروتوكول. هنا مش زي الراوتر بقى، الوايرلس ابلكيشن بروتوكول هو ده الوسيله اللي هتوصل لي
الوايرلس لان اللي انا عملتها بتاعتي بالانترنت، فمش هستخدم راوتر لان الراوتر حاجه كيبلد. انا دلوقتي بقى ما عنديش كيبلد، انا دلوقتي بقى عندي الموضوع كله وايرلس وعايز اوصل الحاجات دي ببعض، تمام؟ او ممكن تستخدم راوتر على فكره، بس البروتوكول اللي مستخدم هنا اسمه وايرلس وايرلس ابلكيشن بروتوكول، تمام؟ ده بيقول لك الداتا هتتبعت من الحاجات دي او من الانترنت بتاعتي اللي انا عاملها ازاي للانترنت، والعكس صحيح. هنا بيتكلم عليهم تاني، بيقول لك ان الابكيوتس كومبيوتنج او الموبايل هي بتتوصل مع بعض، دي بتكون ديفايسز زي اللابتوب، الحاجه اسمها البي دي اي والكاميراز وبيستخدموا بروتوكول اسمه وايرلس اكسس بروتوكول. قال لك ممكن تعمل حاجه اسمها هوم انترنت، طبعا ما عندناش احنا الكلام ده. هوم انترنت ان انت توصل كل اجهزه المنزل ببعضها، الغساله بالتلفزيون بالتلاجة، بس الحاجات اللي هي يعني ما اعتقدش ان احنا عندنا اجهزه بالشكل ده يعني. في جزئية تانية بيتكلم عليها اللي هي ويب سيرفر وويب براوزرز، اعتقد يعني هو الشابتر كله ديفينيشنز، بالنسبة لنا هنستخدم الديفينيشنز دي قدام، فيفضل ان احنا نبقى عارفينها. اعتقد الحاجات دي ممكن تكون عدت عليكم كتير وبنسمعها كتير. الفرق ما بين الويب سيرفر والويب براوزر، هو في فرق كبير. الويب سيرفر ده الجهاز نفسه، الجهاز نفسه اللي عليه الموقع اللي انا عملته، تمام؟ الجهاز اللي عليه الموقع اللي انا عملته. فالفكرة كلها ان انت بتجيب موقع او جهاز وتحط عليه الموقع اللي انت عملته، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه اتش تي ام ال، فايلز ملفات اتش تي ام ال، دي الصفحات اللي هتتعرض. فانا المفروض كيوزر عشان اروح اكسس الداتا دي واروح اعرض الداتا اللي انا عايزها، فده الويب سيرفر، احط عليه الموقع بتاع جوجل بتاع الدبليو سي دبليو 3 سي، تمام؟ باجي بعد كده عشان اكسس الحاجات دي كيوزر بفتح ويب براوزر، ده برنامج بيساعدني ان انا اروح اكسس او اجيب الداتا اللي موجوده في مكان تاني. فالويب براوزر ده يعتبر مثال على الديستريبيوتد سيستم، ده تقريبا اشهر مثال. فعندك اشكال كتير، عندك الانترنت اكسبلورر، عندك الفايرفوكس، عندك الجوجل كروم، عندك الاوبرا، عندك حاجات كتير جدا، تمام؟ فباجي افتح واحد اي براوزر منهم واكتب الايميل ده، او اكتب انا اسف اللينك ده، مجرد ما اكتب اللينك ده فالبراوزر بيعمل ايه؟ بيروح يبعت للانترنت يقول له انا عايز الجهاز اللي بالعنوان الفلاني، لان الادرس اللينك بيتحول لاي بي، وكل جهاز بيكون ليه اي بي في الانترنت، تمام؟ فالانترنت يقول لي اه الحاجه اللي انت عايزها موجوده على الجهاز الفلاني. بعد كده ياخد اخر جزء ويقول لي دي اسم الصفحه جوه الجهاز اللي انا عايز اعرضها، هي بتكون صفحه اتش تي ام ال، يقوم جاي ده رايح مرجع لي هنا صفحه الاتش تي ام ال، البراوزر بيعرضها بشكل متناسق زي ما احنا بنشوف. فده تقريبا اشهر مثال على الديستريبيوتد سيستم. هنا بس حابين نعرف الفرق ما بين الويب سيرفرز والويب براوزرز. ال www دي قلتها من شويه، هي كان كلامها هنا بس، هي عباره عن ريسورسز مستخدمه في الانترنت، بتكون مكتوبه بال HTML وبوصل لها او باكسسها عن طريق URL، وهي اوبن سيستم تقدر تضيف ريسورسز جديده فيه، مفيش اي اختلاف، وممكن تعمل لها اكستند او ري امبلمنت. فهي الريسورسز او الصفحه نفسها اللي بتتعرض هي دي بقول عليها www، دي الصفحه اللي انا محتاج اعرضها. لكن الداتا نفسها عشان هتتبعت من الجهاز الاولاني للتاني ازاي، من الويب سيرفر للويب براوزر ازاي، ده اسمه الاتش تي تي بي او الاتش تي تي بي اس او الاف تي بي، ده البروتوكول اللي بيقول لي الداتا هتمشي ازاي خلال الانترنت لغايه ما توصل للبراوزر بتاع اليوزر اللي عايز يعرضها. في تشالنجز بقى، و يعني اكيد الموضوع كل اللي احنا بنتكلم فيه ده جميل، بس اكيد في مشاكل. يعني لما حاجه اعمل ديستريبيوتد سيستم الموضوع مش هيبقى ستريت فورورد او سهل او بسيط زي السيستمز العاديه. فقال لك ان في مشاكل زي كتير جدا، هي دي هنتكلم عليهم واحده واحده بالتفصيل، تمام؟ فاول حاجه قال لك الهيتروجينيتي، من اهم المشاكل اللي بتبقى موجوده في الديستريبيوتد سيستم الهيتروجينيتي. معنى كلمه هيتروجينيتي التنوع او الاختلاف. فقال لك انت دلوقتي بتوصل كمبيوترز مختلفه ببعض، فالكمبيوترز دي ليها هاردوير سبيسيفيكيشن مختلف، يعني كلها ما عندهاش نفس الكومبوننتس. مش بس كده، ده ممكن يكون كمان الاختلاف في السوفت وير، ان هم الاوبريتنج سيستم بتاعتهم مش واحده. لو حد فيكم اشتغل داتابيز فممكن يروح يشتغل على ديستريبيوتد داتابيز، يعمل داتابيز مختلفه او انا اسف متوزعه في اكتر من جهاز، وتلاقي ان كل جهاز عليه داتابيز مانجمنت سيستم مختلف، واحد اوراكل، واحد ماي سيكول، واحد اكسس، واحد مونجو. طب الحاجات دي كلها هتتكلم مع بعض ازاي؟ هي دي المشكله بتاعت الهيتروجينيتي.
انت ما تقدرش تفرض او تقول ان اي حد هيتوصل بالانترنت لازم يبقى عنده مواصفات معينة في الجهاز بتاعه، سوفت ويرز معينة او اوبريتنج سيستم معين عشان اقدر اوصل الجهاز ده بتاعك بالانترنت. انت كده بتفقد الديستريبيوتد سيستم معناها او اهميتها. فالفكرة ان انت لازم تقبل بالاختلافات الموجودة ما بين الاجهزة. يعني ايه تاني برضو؟ يعني انا سي ان احنا حبينا نعمل برنامج جديد زي زوم او برنامج جديد زي مايكروسوفت تيم، ما تقدرش تقول الناس اللي منزله زوم وعندها اوبريتنج سيستم ويندوز تقدر تكلم الناس اللي عندها زوم وعندها اوبريتنج سيستم ويندوز فقط، ما تقدرش تكلم حد عنده لينكس، ما تقدرش تقول كده. يبقى انت كده بتضيع السوفت وير بتاعك الجديد اللي انت بتعمله. فالفكره ان انت لازم تهندل الاختلافات ما بين الهارد وير والسوفت ويرز اللي موجوده، تمام؟ ونفس الكلام البروجرامنج لانجوج، ممكن يبقى حاجات او سوفت ويرز مكتوبه بروجرامنج لانجوجز مختلفه ومحتاجه تتواصل مع بعض، فهتعمل ايه في الموضوع ده؟ هستكمل الريكورد تاني، انا بس وقفت الريكورد لحظات. فلازم وانت بتعمل سوفت وير لازم تبقى يعني متقبل او بتهندل، تقدر تهندل الاختلافات دي. طب اشهر طريقه عشان تهندل الاختلافات دي بتستخدم حاجه اسمها الميدل وير. فكره الميدل وير باختصار، تخيلوا كده ان انا عايز اعمل برنامج، حين حد مثال صغير قوي يعني، هو مش ملوش علاقه بالديستريبيوتد سيستم بس يعني هيفهمنا يعني ايه ميدل وير. تخيلوا ان انا عايز اعمل برنامج، والبرنامج ده محتاج اعمل جزء منه بالجافا ومحتاج اعمل منه جزء تاني بالماتلاب، تمام؟ فالاتنين دول مختلفين عن بعض تماما، فانا محتاج احط سوفت وير في النص كده او حاجه في النص كده بعملها اي بي اي، ابعت من الجافا الحاجه اللي انا عايز ابعتها للماتلاب، وده يبعتها للماتلاب ينفذها، والماتلاب يرجع لي الناتج بتاعها هنا، وده يرجع الناتج تاني للجافا بشكل الجافا تفهمه. خلاص، هي دي فكره الميدل وير. فبتقدر تهندل الهيتروجينيتي دي عن طريق الميدل ويرز، تمام؟ في برضه هنتكلم عليها قدام، وهناخد امثله على الميدل وير دي في الديستريبيوتد داتا، في الديستريبيوتد سيستم. تاني تشالنج موجود عندنا حاجه اسمها الاوبننس. انت لما هتيجي تعمل ديستريبيوتد سيستم، المفروض يفضل عشان تقول ان الديستريبيوتد سيستم بتاعي ده ينجح يعني ويستمر، فبتقول ان هو ينفع يتعمل له اكستند. يعني مثلا الزوم ده ما ينفعش اقول ان انا هعمل برنامج جديد بيشغل على الديستريبيوتد سيستم وبيشتغل بس ما بين تو يوزرز، لا ده ممكن يشتغل ويهندل 120 80 120. الاوبن نس دي مهمه جدا، تمام؟ فعندك اشكال كتير جدا تقدر تعمل بيها الموضوع ده، وممكن تقول كمان ان الناس ممكن تعمل ري امبلمنت وتزود وتعمل اكستند في السيستم بتاعي. طبعا هو هنا بيتكلم على تكنولوجيز بتستخدمها، معرفش انتوا يعني الباك جراوند بتاعتكم في البروجرامنج عامله ازاي، بس لما بتيجي تعمل يعني ديستريبيوتد سيستم، في عندك في الجافا حاجه اسمها الار ام اي، دي من اسهل الحاجات اللي انتوا ممكن تستخدموها عشان تعمل ديستريبيوتد سيستم. في بقى حاجه ديديكيتد مخصصه للموضوع ده، حاجه اسمها الكوربا. الكوربا دي كل اللي هي بتعمله ان هي بتحاول تعمل ايه؟ انا دلوقتي عملت ديستريبيوتد سيستم وعملت سيرفر، وعايز اقول ان السيرفر ده عايز يبعت للكلاينتس كلها، يقول لهم خلي بالكم لو انتوا محتاجين تعملوا الفانكشن دي ابعتوه لنا، لان انا عندي الفانكشن اللي بتعمل الموضوع ده، او انا المسؤول عن الحته دي. دي اسمها الانترفيسز. فانت محتاج حاجه تعمل شير او تعمل ببلش للانترفيسز بتاعه السيرفرز اللي عندك. فالكوربا بتعمل لك حاجه زي كده، هي معقده شويه مش بالبساطه اللي انا بقولها دي، بس هي من اكبر او من اشهر البروجرامنج لانجويج اللي ممكن تستخدمها عشان تعمل بيها ديستريبيوتد سيستم. التشالنج اللي بعديه السكيورتي. انا دلوقتي بعمل حاجه هتشتغل على اكتر من جهاز، مش هتشتغل على جهاز واحد. طيب انا هسكيور الموضوع ده ازاي؟ انا عندي ثلاثه كرايتيريا مهمين جدا، حاجه اسمها الكونفيدنشال، ان الداتا تبقى كونفيدنشال، يعني الكونفيدنشاليتي بتاعه الداتا، ان انا مش عايز اي حد يشوف الداتا وهو مش مسموح له ان هو يشوفها. طب دي انا هعملها ازاي؟ انا ما اعرفش. قبل كده لو الداتا كانت موجوده على جهاز واحد وانا بعمل سيستم عادي مش ديستريبيوتد، فممكن احط يوزر نيم وباسورد، الموضوع انتهى. خلي بالكوا هنا اللي بيحصل ان انا ببعت الداتا خلال نتورك. طب ما ممكن يحصل حاجه اسمها هاكينج عليها او سبوفينج. طب لما يعمل الهاكينج، طب ممكن يقرا هو ما قدرش ياكسس الداتا على الكمبيوتر، مفيش مشكله، بس قدر يهاك الداتا اللي ماشيه في النتورك ويعرف ايه اللي بيتبعت منين لفين.
تمام. فدي حاجه مهمه جدا لازم برضو تحط لها بروتوكول، لازم تبقى محدد انت هتهندل السكيورتي بتاعت حاجه زي كده ازاي. تاني حاجه، حاجه اسمها الانتجريتي، ان ممكن حد يغير الداتا وهو مش مسموح له ان هو يغيرها، او ممكن يعدل ويغير الداتا ويبوظ لي الانتجريتي بتاعت الداتا، يعني الداتا بتاعتي ما تبقاش كونسيستنت، تمام، تبقى مختلفة او تبقى مش متناسقة مع بعض. يعني مثلا ممكن يبقى عندي نفس الريكورد بتاع الشخص، بس عندي ليه على انا مخزن بيانات سي ان انا عامل حاجة قريبة من الداتابيز، تمام، ورحت عندي مثلا جهازين، تخيل خلينا نعمل مثال صغير، وعندي الجهاز التاني وجيت في الداتابيز بتاعتي، طبعا انت هنعرفها قدام، بتروح تخزن الجدول هنا وبتاخد منه كوبي تحطها هنا. ليه بعمل الموضوع ده؟ عشان يبقى لو حصل فيلير في السيستم بتاعتي يبقى عندي فرصة ان انا اقدر الاقي الداتا دي وما تضيعش. يعني دي انا هتكلم عليها من ضمن التشالنجز، وده حل من التشالنجز دي. فانا عايز اتكلم بس الانتجريتي هنا دي ممكن تبوظ عندي ازاي. بيقول لك ان ممكن حد يعمل هاك هنا، تمام، ويغير في داتا بتاعت ريكورد معين، في فيلد بتاع ريكورد معين، غير العنوان مثلا بتاع الشخص اللي اسمه احمد. طب ما الشخص ده انا واخد منه كوبي وحاططها هنا، هلاقي احمد موجود هنا بعنوان غير العنوان اللي موجود هنا خالص. هي دي الانتجريتي، انت كده بوظت الانتجريتي. اخر حاجه خالص الافيلابيليتي، هتضمن ازاي ان الريسورسز دايما هتبقى متاحه. ما ممكن يحصل حاجه اسمها الدينايل اوف سيرفيس اتاك. دينايل اوف سيرفيس اتاك ده معناه ايه؟ ان الشخص اللي بيهاك السيستم بتاعك بيبقى دايما بيخلي السيستم مش فاضي ان هو يريسبوند على الريكوستس اللي جايه. يعني مثلا هديكم مثال صغير، انا دلوقتي عايز ادخل على ويب سايت بتاع جوجل مثلا، كل ما اكتب www.google.com بياخد وقت كبير وما بيحملش، ويقول لي ان ما مش عارف يعرض الويب سايت. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ في حد تاني عمال يبعت ريكوستس على السايت ده، مخلي السايت ده او السيرفر بتاع السايت ده بيزي قوي ان هو ياخد ريكوست مني. هو ما وقعهوش، هو ما بوظهوش، هو ما غيرش فيه الداتا، بس منعني ان انا اوصل. وصلت؟ هي دي فكره الدينايل اوف سيرفيس. ممكن انا في كمبيوترين لان انا عندي ديستريبيوتد سيستم، فعايز ابعت ريكوست من هنا او بروسيس من هنا تتنفذ هنا، ففي حد تاني عمال يبعت حاجه، ده عامل هاكينج، عمال يبعت حاجه هنا 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 ومانع الحاجه بتاعتي ان هي توصل، تمام. فدي مشكله. فكل الحاجات دي لازم تلاقي لها حلول، او لازم تبقى حاططها في بالك في وانت بتعمل ديزاين لديستريبيوتد سيستم. وده على فكره من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده في زوم، وزوم بدا يحسن فيها، تمام، لان كان بتلاقي ناس كده غريبه ممكن تدخل في الزوم ميتنج بتاعك وانت اصلا ما تعرفهاش، وكانت مشكله مشهوره الترم اللي فات. يعني التشالنج اللي بعد كده اللي هو السكيلابيليتي. طبعا وانا بعمل ديستريبيوتد سيستم فانا ببقى حاطط في بالي ان هو يكون سكيلابل. سكيلابل يعني ايه؟ يعني ممكن يزيد، وممكن ازود عدد اليوزرز اللي فيه، او ازود الريسورسز والسيستم يكبر اكتر، تمام. الفكره ان انت لما بتعمل حاجه زي كده بيطلع لك دروباكس كتير. يعني ايه؟ يعني انا مثلا قلت ان السيستم بتاعي ليه ريسورسز معينه، هيشتغل على 5 اجهزه مثلا، ده السيستم بتاعي. كان عندي في البدايه 5 يوزرز، قلت لا ده احنا هخليهم 20، هخليهم 100. طب لما السيستم يشتغل مع 100 يوزرز اكيد مش هيديك نفس البرفورمانس زي ما كان شغال مع 5 يوزرز، فهتضطر ان انت تعمل ايه؟ تجيب ريسورسز زياده. فمعنى كده ان السكيلابيليتي اثرت عليك في الكوست بتاع الريسورس، تمام. فانت كده محتاج تهندل حاجه زي كده، ان انت تدفع فلوس عشان تجيب هاردوير جديد، او لما بقى عندي 100 يوزر وشغالين على نفس الريسورس حصل لي حاجه اسمها بيرفورمانس بوتنك، البرفورمانس بتاع السيستم قل، وده طبيعي، تمام. فلما بتيجي تفكر في السكيلابيليتي بتاعت السيستم محتاج تهندل كذا حاجه، انا هزود الريسورسز ولا هزود اليوزر؟ طب لو هزود الريسورسز فانا خلاص يبقى انا كده محتاج احط كوست زياده. طب لو هزود اليوزر خلي بالك ده ممكن يحصل لي عندي بيرفورمانس بوتل نيك، ممكن يحصل حاجات كتير جدا تانية. فدي من ضمن الحاجات اللي انت برضو لازم تحطها في بالك وانت بتعمل ديزاين لديستريبيوتد سيستم. الحاجه اللي بعد كده اللي هي الفيلير هاندلنج. وانا قلت ان الديستريبيوتد سيستم هو سيستم عادي اصلا، بس الفرق ان هو لما بيشتغل على اكتر من جهاز، فدي ميزه وعيب، تمام. هي ميزه ان لو حصل فيلير في جهاز السيستم كله ما وقعش، ولكن الجهاز ده هو اللي حصل فيه مشكله وده اللي خرج بره السيستم بتاعي،
بس بقيه الاجهزه بتكمل شغل واقدر اكمل على شغل عادي خالص. بس في مشاكل بقى كتير. ازاي اعمل ديتكت للفيلير اللي حصل؟ يعني ازاي اعرف ان الجهاز ده حصل فيه فيلير؟ دي واحد. ازاي اعمل ريكفر للفيلير ده؟ ان انا ارجعه تاني. لا فاكرين لما اديت مثال بالداتابيز وقلت ان انا عندي اكتر من جهاز ورحت هنا خدت جدول ده حطيت الجدول ده كوبي منه هنا، دي اسمها الريدندنسي. دي اشهر حل للفكره بتاعت الفيليرز دي، ان لو الجهاز ده حصل فيه فيلير انا محتاج الداتا اللي عنده تبقى لسه موجوده في حته تانية عشان اقدر اكمل الشغل بتاعي والدنيا تمشي وما تقفش لغايه ما حد يجي يصلحه ويرجعه اب تو ديت تاني. تمام؟ فانا كده الداتا بقت موجوده هنا، فدي اسمها الريدندنسي او الدوبليكيشن، ان انا اقدر اعمل دوبليكيت للداتا بتاعتي احطها في اكتر من مكان. طبعا دي مشكله ان انت برضو بتكرر الداتا، فانت كده بتويستنج سبيس لاماكن كتير، بس انت لازم تضحي بحاجه، يعني هنا لازم اضحي بحاجه على حساب حاجه تانية. تمام؟ دي الميزه ان لو حصل فيلير الدنيا شغاله. العيب بقى هو هنا مش ذاكر عيب خالص، بس العيب خالص العيب ان دي لما ترجع اب تو ديت تاني، يعني الجهاز ده لما يشتغل تاني وبقى عنده الجدول اهو، هنا حصل اوبريشن على الجدول ده كتير جدا في الوقت اللي كان الجهاز ده فيه عطلان. ازاي هنقل كل الابديت اللي حصل من هنا لهنا؟ طب ما انا هاخد وقت اضيعه، فده يعتبر عيب. بس الفكره كلها ان السيستم نفسه واليوزر نفسه ما حاسش ان في حاجه مش ان في مشكله في السيستم. يعني هنا في ديسيشنز كتيره المفروض اللي بيعمل ديزاين سيستم زي كده بيحطها في باله وبياخدها في الاعتبار ويقول انا مهتم بكذا على حساب كذا، انا يهمني دي اكتر من دي وهكذا. بعد كده الكونكرنسي، وقلت ان هنا من الفيتشر او من الادفانتج بتاعت السيستم ده ان انا بقدر انفذ اكتر من بروسيس في نفس الوقت. بس الفكره كلها ان الموضوع برضو ما بيكونش سايب كده ولا سهل، بيكون فيه لازم مجموعه بروتوكولز بتحدد بالظبط الحاجات دي هتتنفذ ازاي، لان وارد البروسيس المختلفه دي تشتغل على نفس الريسورس او وارد ان هي تشتغل على نفس الداتا، فلازم انظم مين هيشتغل على ايه ومين يستنى مين لما يخلص، ولازم يبقى فيه سينكرونايزيشن ما بينهم. تمام؟ ففي عندك اكتر من سينكرونايزيشن بروتوكول بيقول الموضوع ده بيتم ازاي. انا بنفذ بروسيس مع بعض، بس ممكن كلهم هيشتغلوا على نفس الجهاز، ممكن كلهم هيشتغلوا على نفس الداتا نفس الجدول، فانا محتاج اقول ان ده هيشتغل الاول وده يستنى. حاجه شبه الاوبريتنج سيستم بالظبط كده. ففي عندك اكتر من سينكرونايزيشن بروتوكول بتستخدم واحد منهم. اخر حاجه في الشابتر وهي فكره الترانسبرنسي، ودي مهمه جدا. بيقول لك كل اللي فات ده جميل جدا ولازم تحطه في بالك، بس لازم يبقى البرنامج بتاعك او طبيعه السيستم اللي انت عملته تكون ترانسبيرنت بالنسبه لليوزر. يعني ايه ترانسبيرنت؟ يعني مخفيه، يعني اليوزر وهو بيتعامل مع البرنامج ما يحسش ان البرنامج ده ديستريبيوتد وان في حاجات كتير جدا معقده زي اللي انا قلتها من شويه دي موجوده. لا، انا عايز اتعامل مع برنامج كانه برنامج شغال على ديسكتوب ابلكيشن عادي خالص بسيط. فقال لك في كذا نوع من الترانسبرنسي. قال لك الاكسس ترانسبرنسي، ان انا مثلا كيوزر عايز اروح اكسس الداتا، عايز اروح اكسس الداتا او اكتب ريكويست ويجي لي الداتا بغض النظر عن الداتا دي كانت موجودة على الجهاز بتاعي او كانت موجودة بعيدة او كانت موجودة في جهاز جنبي، يعني ماليش دعوة، المهم ان انا عايز الداتا دي تجيلي. ادوس دبل كليك على الفايل ده الاقي الفايل اتفتح، منين بقى هو كان متخزن فين انا ماليش دعوة. لوكيشن ترانسبرنسي، ان هو يقدر يوصل لاي انفورميشن هو عايزها او اي داتا هو عايزها بغض النظر عن هي متخزنة فين. الكونكرنسي، ان هو ما يحسش ان في اكتر من بروسيس شغالة في نفس الوقت، وما يحسش ان السيستم بتاعه بطيء في اوقات وسريع في اوقات، يعني المفروض ما يوصلوش حاجه زي كده. تمام؟ ريبليكيشن ترانسبرنسي، ان هو ما يحسش ان انا عامل دوبليكيشن للداتا. ريبليكيشن ترانسبرنسي يعني ان اليوزر ما يعرفش الداتا متخزنه فين اصلا، او ان في دوبليكيت للداتا، او ان في اكتر من نسخه من الداتا متخزنه في اماكن مختلفه، هو مالوش دعوه بحاجه زي كده. هو لين الداتا عايز يوصلها في وقت معين بيوصلها مباشره والموضوع انتهى. فيلير ترانسبرنسي برضو نفس الكلام، ان هو ما يعرفش ان في فيلير حصل في نود معينه في السيستم بتاعي. تمام؟ او ان في مشكله حصلت في سيرفر معين. يعني مثلا تخيل ان اكيد انتوا عارفين ان الفيسبوك ليه اكتر من سيرفر مخزن عليه الداتا بتاعتنا، واحنا بندخل على اي سيرفر منه، لو حصل فيلير في واحد
ما ينفعش وانا بكتب www.facebook.com يقول لي ان في ايرور في السيرفر الفلاني، فاستنى هنعمل لك ريدايركت لسيرفر تاني. لا، المفروض انا كيوزر ما احسش بحاجه زي كده. السكيلينج ترانسبرنسي برضو، فكره ان السكيلينج ان عدد اليوزرز لما يزيد او الريسورسز لما يزيد، ده ما ياثرش على البرفورمانس بتاع السيستم من وجهه نظر اليوزر. انا عايز انفذ التاسك بتاعتي وعايز احس ان دايما في ريسبونس تايم قليل، ان انا بكتب الحاجه اود اعمل الامر الاقي الريزلتس طلعت. ماليش دعوه بقى ان عدد اليوزرز زاد او عدد الريسورسز زاد او انا محتاج اعمل ايه عشان اديك نفس البرفورمانس. فكل الحاجات دي بتندرج تحت فكره الترانسبرنسي. ففكرتها باختصار ان انا عايز اهايد كل الديتيلز بتاعه الامبلمنتيشن عن اليوزر، ما يعرفش ايه اللي حصل جوه كده، هو ليه بس باللي هو شايفه بره وبيشتغل وما بيحسش باي تاثير لاي حاجه من الحاجات دي، ولا الداتا موجوده فين، ولا ان في فيلير، ولا ان اكتر من حاجه بتتنفس في نفس الوقت، ولا ان في دوبليكيشن، ولا ان في اكتر من ريسورسز او يوزرز على السيستم، ما يعرفش. دي كتب ممكن تساعدكم في حاجه زي كده. يعني هو اعتقد ان هو تاني واحد ده افضلهم. تمام. يعني انا كده كده هنزل لكم الفيديو، الفيديو هيبقى موجود معاكم، فالفيديو طبعا فيه البرزنتيشن، فممكن الناس تذاكرها. عايزين تاخدوا البرزنتيشن لوحدها، ما عنديش اي مشكله. تمام. كده انا خلاص خلصت دي المحاضره الاولانيه ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله يا شباب.